السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده بنسلم الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. احنا اليوم يا حبايب قلبي في محبس الجن، دي منطقة في مكة جنب الحرم على طول بعد ما تطلع من النفق. ده النقل الجماعي، الباصات دي ما شاء الله تبارك الله بتدي للحجاج مجاني من الحرم للمحبس ومن المحبس للحرم مجاني. الباصات دي شغاله ال 24 ساعه زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله تبارك الله. الباصات دي شغاله مجاني ال 24 ساعه طول الليل وطول النهار، ما بتبطلش بتنقل الناس من الحرم للمحبس الجن. هو اسمه كده سبحان الله، حتى المنطقه دي اسمها محبس الجن. ده طبعا الفندق اللي احنا قاعدين فيه، نخبه فارس ما شاء الله تبارك الله، نخبة فارس ده اللي احنا قاعدين فيه. حبينا بس نصور من الشارع الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين الباصات دي زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي بتودي من الحرم وتجيب من الحرم الناس مجاني، مفيش حد بيدفع ريال واحد، مفيش حد بيدفع الريال ولا سنت. ده طبعا مطعم اهو مشويات فجر المشاعل ما شاء الله تبارك الله، ايدام دجاج وايدام باميه ودجاج مقلي وبروست ما شاء الله تبارك الله، دجاج على الفحم، دجاج شوايه زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، سمك ولحمه اوصال، اوصال مشكل، مشويات مشكل ما شاء الله تبارك الله، سلطه تبوله، عندهم كل حاجه ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده برضه اهو. السلام عليكم، مساكم طيبين. هذا برضه ما شاء الله شاورما، شاورما عربي وبرجر وبروست وجمبري وزنجر، زنجر بلوي ومسحب، ما شاء الله عندهم كل حاجه. كيفك محمد؟ الحمد لله، سنان طيبين. ده ما شاء الله تبارك الله، بعد اذنك نخش برضو المحل اللي جنبه. ده محل ما شاء الله تبارك الله، نشوف اسم المحل ايه. محل الحربي للسبح والخردوات، محل الحربي للسبح والخردوات ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم، زي ما انتم شايفين فيه كل حاجه ما شاء الله تبارك الله، شايفين بالشكل الجمال ده. المملكه العربيه السعوديه يا جماعه فيها كل حاجه ما شاء الله تبارك الله، من الابر للصاروخ ما شاء الله تبارك الله للسبح. ودي اكسسوارات حريمي، ودي غوايش ما شاء الله، دي طواقي، ودي برضو غوايش سيمي ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. دي حنة يمني صح؟ دي حنة، عندهم كل حاجة حلوة ما شاء الله، عندهم اقلام كحل اهوت، ودي توك، وده عطر مسك الكعبة جميع انواع العطر، ده فوزلين، كل حاجة حلوة ما شاء الله. ودي المكاحل بتاع زمان جميلة جدا على فكرة، انا عندي منها واحدة جميلة قوي ما شاء الله تبارك الله، عندهم كل حاجة يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله. دي الغطرة اللي هي الشال بيقول عليه الغطرة، ودي طرح حريمي، دي شنط جميلة قوي ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده، ودي اكسسوارات برضو حلوة قوي ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شايفين الجمال ما شاء الله، دي كلها سجاجيد صلاة، حاجات حلوة جدا 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 ما شاء الله، سجاجيد قطيفة من اللي طالعة جديد حلوة أوي ما شاء الله. بكام السجادة يا محمد؟ ايه؟ كام السجادة؟ في 10. زي كده القطيفة جميلة أوي. 10؟ أيوة في 10. هادي 10؟ ايه. وديت؟ 12. حلو أوي ما شاء الله. والقطيفة؟ هادي 20. ما شاء الله، هادي 20؟ اه. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يوسع عليكم يا رب. واللي فوق؟ هادي 100 ريال. 100 ريال؟ ايه. دي قطيفة؟ هادي حرير. حرير؟ حرير صناعي. ما شاء الله. معلش حرام في حاجة. أقصد كده. هادي برضه اكسسوارات يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله. منين هذا؟ حاجات سيمبل أوي. لا لا خلاص. دي عطور يا حبيب قلبي ما شاء الله تبارك الله،
كل سنة وانت طيب يا حجوب. حجوب هذا كل سنة وانت طيب. هذا سويت سنة 20 عينيا عينيا ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا حبيب قلب الجمال حاجة تحفة في منتهى الجمال، قمة الجمال والروعة. دي كلها اكسسوارات بقى ولعب اطفال زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا دول معتمرين نازلين ياخدوا عشاء ان شاء الله تبارك الله. ربنا يزيدهم ويزيدنا من نعيم الله يا رب. هذا برضو ما شاء الله تعالى شامبو، جميع انواع البسكوتات، جميع انواع كل حاجه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا البقاله في السعوديه حبايب قلبي كلها تمور وكلها كيكات وحاجات ما شاء الله باتيهات. السعوديه فيها حاجات جميله جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. وبرده الفاكهه زي ما انتم شايفين الثلاجات كده ما شاء الله تبارك الله. فاكهة جميلة جدا هنا برضو أعلى حاجة في السعودية الموز يا حبيب قلبي. برضو هنا في كمبترا طبعا ما فيش دلوقتي كمبترا في مصر. وده عنب وده برتقال مصري وده يوسفي مصري ومانجا كمان اهي كيتي. بكام المانجا الكيتي يا فندم؟ ايوه بكام المانجا؟ هذا 15 و30. هذه 15 والسكري 30. هذه 30 ريال. والقوطة بكام؟ القوطة بكام يا محمد؟ ايوه القوطة طماطم طميطم 8 ريال. 8 ريال زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اي بقاله بيبقى فيها كل حاجة من ابر لريستر ما شاء الله، عصاير بسكوتات شوكولاتات بيض كل حاجة كل حاجة، جميع انواع العصاير كل حاجة متوفرة في المملكة العربية السعودية. والالبان بقى ما اقولكوش، حليب السعودية، المراعي، الطازج، نادي، مش عارفة ايه، جميع انواع العصاير حلوة جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. باللبن ده مش عايزة اقول لكم تحفة 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 مع الـ مع الـ مع التمر. وادي الزبادي برضو ما شاء الله تبارك الله. دي كلها مكسرات حلوة يا حبايب قلبي السعودية ما شاء الله، جميلة 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 جميلة. هذه برضو محل ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين برضو لعب اطفال اكسسوارات شنط جميله جدا على فكره حلوه قوي. انا معايا بوك زي ده كنت جايباه من المدينه المنوره. السلام عليكم. حاجات جميله جدا زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ كيف حالك؟ من اليمن صح؟ نعم صح. احلى ناس زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. كل حاجه تحفه. بخور بقى مش عايزه اقول لكم الريحه قد ايه روعه. شايفين ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. عندهم كل حاجه حلوه ما شاء الله تبارك الله. بكام الطرحه دي يا حاج؟ 15. شايفين الجمال ده؟ طرحه في منتهى الجمال والله. كفايه لونها بس، كفايه اللون. انا بموت في اللون ده على فكره، حلو قوي اللون الموف، حلو قوي 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 ما شاء الله. عندهم كل حاجه حلوه ما شاء الله تبارك الله. الشنط تحفه بجد تحفه ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. دي برضو مكاحل، ودي اقلام برضو ما شاء الله تبارك الله، اقلام كحل اهي. دي مسابح ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. الحاجه اللي تشوفها جديد تشتريها. هذه شباشب ما شاء الله تبارك الله. دي شنط بقى حبايب قلبي ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا برضو نفس الشنط. كيف حالك؟ كيف حالك؟ اليمن؟ احلى ناس. مصر؟ ايه حبكم الله ان شاء الله. منور قناتي على اليوتيوب. حبك الله ان شاء الله باذن الله. من اذنكم نعم الله. تحج وتأتمل تكوني من السعداء باذن الله. اللهم امين يا رب. يحفظ اليمن. ربنا يحفظ اليمن. بلاد المسلمين اجمعين. اتكلم اتكلم. حبكم الله. اسم حضرتك ايه؟ فيصل. فيصل؟ منور قناتي يا فيصل. حبك الله ان شاء الله باذن الله. حلو قوي الحاجات دي يا فيصل على فكره ما شاء الله. كم الاسعار يا فيصل؟ اسعار طيبه ان شاء الله راعيكم في السعر. هذا ذهب صيني صح؟ هذا ذهب برازيلي. برازيلي؟ بس مره جميل يعني. كم الاسعار يا فيصل؟ من 20 من 15 من 10 50 ها فوق هذا كم اللي هي تشيله؟ 10 10 ما يبيضش يا فيصل؟ ما يبيض والله. ما شاء الله تبارك الله. عندك اقلام كحل بقى؟ قلدت. عندك اقلام كحل يا فيصل؟ اقلام كحل ما يوجد. في نوع ثاني مختلف. كحل غير الكحل؟ لا ما يجي الا يفحص. هذه حنه يمن يا فيصل صح؟ قلدت فيصل. هذه حنه يمني؟ حنا مصري. مصري؟ كيف حالك؟ ما شاء الله تبارك الله حبيب قلبي. لو قعدنا نصور زي ما انتوا شايفين بالشكل والجمال ده دول اليمنيين احلى ناس. ربنا يزيدهم من نعم الله يا رب غلابه. ما شاء الله تبارك الله. محل تركي برضو. هذه عشبه مريم. هذه عشبه مريم. دي عشبه مريم يا محمد. هذه عشبه مريم. هذه عشبه مريم يستخدموها عشان الناس اللي ما بتحملش. ربنا يا رب كده يكون كلامهم صحيح. وادي شنط ما شاء الله تبارك الله فيها برده من الابره للصاروخ ما شاء الله تبارك الله. عندهم كل حاجه. السلام عليكم كيف الحال؟ الحمد لله. يمني برده؟ ما في مشكله دي حبيبي. ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين كده عشبه مريم دي جميله جدا بتستخدم من. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حاجه صحفيه ده انا بسهر على اليوتيوب. ازيك؟ ما شاء الله تبارك الله. ربنا يزيدنا ويزيدكم من نعم الله يا رب. عندهم حاجات جميله جدا برضو. هم اصلا اليمنيين مالين السعوديه ما شاء الله عليهم. ما شاء الله مالين السعوديه صح. الركن اليمني في الكعبه بتاعهم. عايزين قلم كحل حلو من عندك بقى نعمل لك دعايه اهو. هدي بقى يا حبيب قلبي المباخر جميله جدا واسعارها تحفه. وطبعا اللي هيجي من عندهم مزياد له خصم خاص. وهدي بقى توابل ما شاء الله تبارك الله. وده بخور مش كده؟ دي حنه ايه مصري ولا يمني؟ يمني. يمني. ده طبعا كحل سابو. دي المباخر زي ما قلت لكم ما شاء الله تبارك الله. ربنا يصلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عن نفسي بحب الرمبه جدا. بكام الرمبه دلوقتي؟ شعبي على عشير. لا انا بحب الاصليه. بحب الرمبه الاصليه مش شعبي. حلو برضو البرفان ده وحلو الحاجات دي. انا عايزه قلم كحل حلو بقى. ده ذهب. بتقول ايه؟ ما شاء الله تبارك الله. ربنا يوسع عليهم وعلينا وعلى كل مسلم يا رب. دي اكسسوارات ما شاء الله تبارك الله. جميله جدا جدا جدا. السعوديه فيها كل حاجه حلوه. البوك ده على كام يا محمد؟ شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ كم هذا يا محمد؟ كم هذا؟ ايه كم هذا؟ برتانا بالريال. كم كم؟ هذه حقة 35. 35؟ والله اطلع المدينة هنا اعتبر حرب.
ان شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. تركيا تركيا أدراك مدينة الحرم ما شاء الله، معبس الجن كله مبني على الأدراك ما شاء الله تبارك الله. طب قول تاني. ها يا مصر، ها أم الدنيا مصر يا مني صح. ايوه احلى ناس، احنا عيال عمكم واحنا اخوال. ايوه 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 احلى ناس والله. تحيا ربنا يسعدكم ويفرجها على بلادنا كلنا. اللهم امين يا رب، اللهم امين. اللهم طبعا يا حبايب قلبي في نهايه الفيديو بتاعي بقى بستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، واحنا من غير دعمكم ولا حاجه. وما تنسوناش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، والى اللقاء في فيديو اخر، ودمتم في امان الله.